كره جامده قوي ناحيه الشمال وضربه جزاء محمد كمال ريشه وضربه جزاء وانذار لسمار. ادي محمد عبد الواحد اهو اللي بادي بدايه موفقه جدا في صفوف نادي الزمالك اهو وعرقله فعلا وانذار انذار لمحمد يعمل اي حاجه تحاول تاثر على حسام انما بيستعد حسام حسن وداخل جول الهدف الثاني حسام حسن في الدقيقة 45 حسام حسن في الدقيقة 45 بيتقدم نادي الزمالك 2-0 حسام حسن الهدف الثاني من ضربة جزاء حطها على يمين ويعدي وخطر وهذه العمل حسام حسام حسن الهدف الثالث حسام حسن في الدقيقة 14 حسام حسن 3-0 محمد عبد الواحد اهو مصمم يلعبها لحسام ترجع ويحطها له فيليكس هدف بتمرير